بهذا الأداء سيكون من دون شك أساسي فوق العادة في نهاية كأس أمم أفريقيا. أكيد يملك الكثير من الخبرة. نعم. سبق له وشارك في كأس أمم أفريقيا رفقة المنتخب الوطني الجزائري. شارك في كأس قوية. العالم منذ سن صغيرة. لديه قوة تسديدات. نعم. لديه قوة تسديدات كبيرة جدا. لديه مهارة وقوة تقنية مراوغ من الطراز العالي. لديه نزعة هجومية تفيد المنتخب الوطني الجزائري. لاعب وسط ميدان دفاعي عصري بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عيبه الوحيد فقط عدم تحكمه في مشاعره في الكثير من الأحيان. ولو أنه مؤخرا بدأ ينضج. نعم. في السنوات السابقة مع المنتخب الوطني الجزائري تقريبا في كل مباراة تتوقف المباراة بسبب بن طالب واشتباكه مع لاعبي الفرق المنافسة. إذا قلنا بأنه بن طالب سيكون أساسي وشايبي سيكون أساسي، من هو متوسط الميدان الثالث الذي سيرافقهما؟ فغولي ولا بوداوي ولا زروقي؟ مش كيتش نحيز زروقي بالنسبه لي بوداوي احسن واحد ما قام به في المباراتين الفريقتين سواء الصومال ودخوله الجد موفق وايضا الموزمبيق. ارى في بوداوي بامكانه ان يضيف اضافه قويه. يقدر يكون بوداوي او رامي الزروقي، لان نعرف ان بن طالب رقم 6 لاعب ارتكاز ولاعب اللي ما يغامرش، لان معظم المدربين يحبوا كيديروا رقم 6 يكون هذاك اللاعب اللي ما يديزرتيش البوست تاعو، اللي ما كان يعرف يخرج بالكره بن طالب. لا خلينا محمد، لما نكونوا ندافعوا وفي التنشيط يعني الدفاعي وحتى في التنشيط الهجومي دائما ما تجد بن طالب، يعني لما تشوف بوسكاتس ليس نفس البروفيل نفس اللعب، لكن بن طالب لاعب مهاري اللي يعرف يلعب بالكره ودائما ما تلقاه في خط الوسط. هناك مدربين، الكثير من المدربين يحبوا لاعبين اللي يكون وسط ميدان، لانه محمد هو لاعب وسط ميدان دفاعي ما تسحقوش يخرج بالكره، اللي يدير لك التنشيط الهجومي. يقدر يكون رامي الزروقي يزيد يعتمد قليلا انه يمشي بالكره نحو الامام كما كان بن ناصر، شفنا بقديورا لاعب ارتكاز بن ناصر يمشي بالكره ويروح. انت من تفضل؟ انا افضل يعني في الوقت الراهن بوداوي. بوداوي امين ما رايك؟ شوف، الحاجة المليحة حاليا المنتخب الوطني الجزائري وكثرة الخيارات في وسط الميدان. يقدر يلعب قويري كلاعب وسط الميدان، يقدر يلعب شعيبي مع فغولي، يقدر يلعب شعيبي مع عوار. انت من تفضل الان؟ صعب محمد، حسب نوعية المباريات. انا دائما نقول لك حسب نوعية المباريات وحسب نوعية المنافسين. هناك لاعبون يصلحون امام منافس ولاعبون اخرون لا يصلحون امام حتى منافس. حتى الخطة، لكن ما تقدرش تريح تغير في كل مره امين خط وسط ميدان. على 11 ديالو باين محمد تكلمنا على المحبذ انه يكون عندك 11 او على الاقل 9 او 10، يعني العمود الفقري للمنتخب الوطني يكون بارز، ثم تغير لاعب او لاعبين. شوف اذا لعبنا، علاش قلت لك قبيل الخطه 4-4-2؟ نلعب خطه بثلاث لاعبين. نعم، ثلاث لاعبين في الوسط راح تكون عنده مشكله في الخيارات محمد. يا يضحي بزروقي، وزروقي في المباريات الاخيره تطور كثيرا واصبح يقدم مباريات في اداء في اعلى مستوى مع المنتخب. زروقي بن طالب لا يصلحان مع بعضهم؟ نقول لك في الليل بن طالب اليوم في الليل، اسمح لي امين، معليش تفضل. بن طالب في الليل ما يلعبش وحده اون سيس، بن طالب في الليل يلعب رفقه لاعب اخر، يلعبوا بدو سيس. بن طالب سي لو ريسبونسابل سور لو بون، هو المسؤول على اخراج الكره لانه يحب يروح، يحب بن طالب عنده هذيك تاع يحب يمشي بلا بال، دونك يفو ما تخافيك لوي كالكا لي يغطيه. يعني سيس ما نقدروا نشوفوا رامي الزروقي مع نبيل بن طالب، لكن المشكل لما يلعب زروقي مع بن طالب، المشكل اين هو؟ المشكل انه بن طالب الزروقي ايضا يحب لوفونسيف، هنا يكون اختلاط في المهام والأدوار. وهذا ما حدث في مباراة تونس في ملعب عنابة. أنا كنت حاضر وشفت الماتش في الصطاد، كان فيه اختلاط في الأدوار، كان فيه صراخ طيلة المباراة، طيلة 54 دقيقة للعبها زروقي، طيلة 54 دقيقة محرز بن طالب لم يتوقف في توجيهه والصراخ عليه، لأنه في هذه المباراة زروقي بون لي دو داني ماتش راه فيه دو تري بون ماتش ولا تروا بون ماتش. هذيك المباراه كان وكانه بلاكا، يعطي له لاريير دروي لاريير دروي، يعطي له لاريير غوش يرد لاريير غوش، يعطي له السونترال يرد للسونترال، ما كانش يدير لا روتاسيون يدور يحوس في لوتر سونس. لذلك هو بن طالب كانت الادوار تختلط بينهما. هنا نروحوا للخيار اللي قالوا. اذا 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 الخيار هذا يبقى ضعيف، يبقى ضعيف هذا الخيار، يبقى خيار بوداوي الاحسن الافضل، لانه ولكن مع تعليمات ثابته لبن طالب كما قال لك حسين انه ما يصعدش، يريح ميليو تيرا ديفونسيف اكسيا، يريح هنا يعطي يعني فغولي وبعثوا في الدكه. انت
يروح ل فغولي ما قدرش يلعب كاع تورنوا. ماشي فغولي تاع دوك باش نفهموا حاجه واحده، ماشي فغولي تاع 2019. نعم. اليوم رانا في 2023، حداري اربع سنوات بعدها سان 80 في لا موماج. نعم. عنده 34 سنه، خلينا نسمع امين عبد باش يدير له تورنوا. لا يهم من يلعب بقدر ما يهم هي الادوار والفنيه داخل المستطيل الاخضر من جهه. من جهه ثانيه نتكلم كثيرا على لما تكون عندنا الكره، تعال لنتكلم على مشاكل المنتخب الوطني لما نفقد الكرة. وهذا ما لاحظناه في الضغط العكسي القوي، في الضغط العكسي في جميع اللاعب الذي ذكرناهم هو بن طالب وحتى الزروقي نوعا ما، ولكن مشاكل المنتخب الوطني هي لا توازن بين الخطوط وعملية الضغط العكسي التي لم تكن جيدة التي كان يقوم بها عديل قديورة في وقت مضى، وأيضا بن ناصر الذي يقوم بها بطريقة رائعة، مما مكننا في كل مرة من استرجاع الكرات في منطقة الخصم والضغط عليه لكي يكون ثابتا، ومن هنا تحبط معنوياته. لما تسترجع كرة في الثلث الأخير من الملعب أسهل جدا من أنك تضرب في الدار وتجري 70 متر محمد. هذا ما كنت أريد أن أعطينا إحصائيات بن طالب أمام باريس سان جيرمان. بن طالب إذا وصل على نفس هذه الفورمة سيساعدنا كثيرا في إفريقيا، وسيكون حلال المشاكل في خط الوسط بفضل خبرته حنكته، تمرس في العديد من الدوريات، لعب في ألمانيا، لعب في إنجلترا، لعب في فرنسا، لعب في وقت سابق في المنتخب الوطني الجزائري. هذه الخريطة الحرارية لبن طالب الذي صال وجال وافتك 9 كرات كاملة من نجوم البي اس جي بسرعة كبيرة. محمد المشكل لا يكمن في بن طالب أنه لازم يصعد بالكرة، أو المشكل إحنا في الآونة الحالية المنتخب الوطني ما كاش رقم 6، ما كاش لاعب ارتكاز. بن طالب لاعب مهم، لاعب عنده لا مركزية، يقدر يلعب لك كوسط ارتكاز، يقدر يلعب لك ميليو غوش وسط ميدان يساري، لكن في الوقت الحالي وفي الوقت الراهن كما تكلم لك ميدو، لازم على المدرب وحتما راح يطلب منه أنه دائما ما يكون موجود كرقم 6، ما يصعدش كثيرا، حتى لو صعد ما كاش لاعب راح ياخذ مكانه، لان نعرف ان بوداوي ليس لاعب ارتكاز، لاعب فينيس دائما ما يشغل الجهه اليمنى، شايبي لاعب ليلعب رقم يعني 9.5 ليقولوا يلعب وراء المهاجم، ويقدر يلعب لك شايبي كوسط ميدان يساري، ويقدر يلعب كجناح ايضا شايبي. هذا الشيء المهم محمد. نعم. انهم لاعبين كلهم متعددي مناصب، اللامركزيه في كره القدم شيء جد كبير. لما تشوف مباراة البارحة محمد لريال مدريد، تشوف اللاعبين كيف غيروا من المراكز تاعهم طيلة المباراة، شيء يعني جد كبير. نعم. آخر ما نختم به ملف محترفينا، صور لإسلام سليماني وهو يستعد ويتدرب بجد من أجل اللحاق في أعلى فورمة بنهاية كأس أفريقيا. احترافية إسلام هي ما مكنته من المكوث طويلا في أعلى مستوى، وخير دليل أرقامه سواء مع المنتخب الوطني أو حتى كل الفرق التي لعب بها، شيء مفرح بالنسبة لنا كمتتبعين لشؤون الكرة الجزائرية أن نرى المهاجم أحسن مهاجم جزائري صح القول بالأرقام يتدرب ويكون أحسن مثال سواء لزملائه الذين يصغرون سنا منه وأيضا للأجيال الصاعدة. احترافية إسلام حقا تدرس، فلهذا كل هذه عوامل بإمكانها مساعدة كثيرا لنجاح تظهر مثل هي لكأس إفريقيا. نعم. أعطينا قائمة منتخب أنغولا، أول منتخب إفريقي يكشف عن قائمته. ميدو أنت متابع وفي للكرة الإفريقية، ربما تعرف بعض نجوم المنتخب الأنغولي، تفضل ميدو قراءة بسيطة في هذه القائمة. عندهم لاعبين، عندهم مهاجم نزولا مبالا نزولا مهاجم نادي فيورنتينا، وعندهم متوسط الميدان هذه أسماءته مختصرة، متوسط الميدان كيليانو مانويل لاعب نادي جانت، هادو أبرز الأسماء اللي تشكل قائمة منتخب أنغولا. منتخب أنغولا اللي كشف مدربه كونسالفاش على القائمة تقريبا قبل قرابة شهر، كشف عليها أمس يوم 17 قبل 28 يوم بالضبط من مباراته الأولى في الدورة أمام المنتخب الجزائري، والتي ستكون يوم 15 جونفي بحول الله. نعم. في ملعب السلام في بواكي، ستكون ثاني مباراة في المجموعة الرابعة. كيف سيكون المنتخب الأنغولي؟ هل سيدافع؟ هل سيهاجم؟ كيف نعم. سيكون من جانب آخر منتخب الجزائر؟ نعم. آخر خبر أمين يشير إلى عودة يوسف بليلي إلى المنتخب الوطني الجزائري، وسيكون من المسافرين إلى كوت ديفوار.
عودة منتظرة محمد، قلناها في العديد من الحصص السابقة، نظرا للأداء الذي يقدمه فوق أرضية الميدان، نظرا أكثر وخاصة للإحصائيات والأهداف والتمريرات الحاسمة التي يقدمها لزملائه، لأنه من الناحية البدنية يوسف الليلي لا زال بعيدا عن الفورمة المثالية التي تميز بها في أوقات سابقة، مثلا في كأس أمم إفريقيا 2019 بدنيا كان فوق الممتاز، كان رائعا، وهو ما ساعده كثيرا على تقديم ذلك الوجه الطيب الذي ظهر به في كان مصر. الآن وجوده إضافة تقنية نحتاجها على الجناح الأيسر، لأننا في غياب إبراهيمي دائما لا نملك جناح أيسر حقيقي حاليا في المنتخب الوطني بمستوى جيد يستطيع أن يقدم مساعدة للمنتخب الجزائري. وقضيته مع الأهلي السعودي أنا وصلت ميت، كان في الأول مطالب بدفع مبلغ مالي كبير، كان دفع فقط 450,000 يورو حسب ما قيل، هي فقط بقي له أن يدفع 50,000 يورو اللي هي الغرامة المفروضة بعد التأخر على ما أعتقد التي يجب أن يدفعها اللاعب، لأنه اللاعب دفع القيمة كاملة في فترة سابقة لما في بداية هذا الموسم مع مدة الجزائر. الآن بقيت له على ما أعتقد حسب الأخبار المتداولة 50,000 يورو فقط هي قيمة الغرامة لكي يدفعها بشأن استدعائه. أعتقد بأنه كل اللاعبين في مدة الجزائر اليوم والطاقم الإداري والفني بما فيهم المدرب باتريس بومال يعرف بأنه مباراة اتحاد العاصمة مدة الجزائر ديربي يوم الاثنين 25 ديسمبر بحول الله ضد اتحاد العاصمة ستكون آخر مباراة ليوسف بليلي مع مدة الجزائر في مرحلة الذهاب، سيذهب مع المنتخب الوطني إلى كان كوت ديفوار، سيلعب آخر مباراة وبعدها مباشرة يوم 26 يدخل في تربص، هذا ما قيل لي من وبالنسبة لبولحي أيضا بنسبة كبيرة ربما سيسافر، يتواجد في القائمة الموسعة، لكن هل سيسافر أم لا؟ ذلك شأن يعني بالماضي، لا أعتقد بأنه خاصة بعد بقاء زغبة لأربع أو خمس مباريات متتالية في كرسي الاحتياط، بقاءه في كرسي الاحتياط أعتقد بأنه إلا قري يعني حرمه من سيحرمه ربما من التواجد في القائمة النهائية لكأس أمم إفريقيا. قد نرى موندريان بولحي رفقة بمبوط أو اللهم إن عاد أوكيجا من الاعتزال مرة أخرى، لأنه حقيقة أوكيجا يقدم مستوى رائع جدا مع نادي ماتس في الدوري الفرنسي، مباراة أمس أمام نادي مونبولي كان قام بأربع تصديات خارقة يعني في المباراة، ومنذ بداية هذا الموسم من بين أفضل الحراس في الدوري الفرنسي تصديا للكرة. لو تتذكر جيدا لما تكلمنا على عودة العناصر الفعالة محمد من منذ شهر من الآن تكلمت على بولحي بليلي بالعمري جمال وحتى إبراهيمي، إبراهيمي نعرف جيدا الآن لماذا لا يوجد حتى في القائمة الموسعة، هذه أمور لا تعني الآن لأن بحاجة إلى الكلام في أمور تهمنا أيضا. يوسف بليلي، يوسف بليلي ميدو لا سمح الله، لا سمح الله إذا استدعي إبراهيمي إلى نهاية كأس أمم أفريقيا أين ستختفي؟ علاش نختفي؟ محمد محمد لكي أكمل الكلام فقط، بليلي سوف أضعه في كفة اللاعبين الصعب التنبؤ بما سيقومون به في مستطيل الأخضر، فلهذا أستند في كلامي على أولا أنه عن عنصر مؤثر لأننا فزنا بلقبين قاريين معه ونعلم جيدا ونعرف جيدا ما قام به سواء في كأس أفريقيا 2019 حتى في كأس العرب، هذه من جهة، شخصيته كاريزمته في الفرق التي لعب فيها ابتداء من ترجي التونسي وفوزه بعدة ألقاب دوري أبطال إفريقيا مع الفرق، وأيضا إلى كل ما يمكنه أن يضيفه سواء في الاستحواذ أو حتى في تحولات أو حتى في الكرات الثابتة.